اليوم احنا في مطعم ومأكولات مشمشة قطاع 23 في مدينتي مدينة الصدر، وهذا هو صاحب المطعم. الله يحفظك. احنا نتحدث عن طيب وكرم العراقيين، ونشوف بعض مطاعمنا مثل مطاعم البقية، ما اريد نجيب طاري الدول. شوف هاي المقبلات اللي شفتها في مدينة الصدر، مو مطل، يعني مو نطلب بطل مي يقول اعطيني فلوس، واقول له ريزالاتو يعطيني فلوس، لا، هاي العراقيين يمتازوا بها. طبعا وهذا مطعم يعني ما نقدر نعده على انه مطعم بسيط. قول احنا العراقيين تصوير بسيط وقليل، وذول احنا العراقيين قدم احسن خدمه. طبعا هاي الخدمه ما موجوده بكل دول العالم، انا طالع 22 دوله، وهاي الشاهد احنا بسيط. اهلا وسهلا. ايه شكرا لكم، ان شاء الله راح نصور المطعم جايه خاصه، تصوير كامل ان شاء الله، مو اليوم، اوعدكم ان شاء الله. مع السلامه.